الفرق بين الايفون 13 برو وال14 البرو الجديد، هذه مقارنه سريعه بينهم. نيجي من ناحيه الالوان، الايفون 14 برو يجي باربع الوان اللي هي الاسود الفلكي والفضي والذهبي واللون الجديد البنفسجي او الليلكي العميق مثل ما تسميه. اما 13 البرو فيجي بالالوان هذه، الازرق السيرة والاسود الفلكي والذهبي والفضي والاخضر. اما من ناحيه الشاشه ف13 البرو وال14 برو يجون نفس الحجم ونفس المواصفات والمقاس حتى في فئه الماكس، لكن تميز ال14 برو بميزه الشاشة الدائمة، بمعنى انها ما راح تطفي الشاشة بشكل كامل، بتكون شغالة على طول وتعطيك بعض المعلومات من الشاشة مثل الوقت والتاريخ وغيرها. وايضا نتوفي ال14 برو والماكس سمته ابل بالجزيرة التفاعلية، تخليك تستمتع بعرض الشاشة عكس ال13 برو اللي تجي بشكل تقليدي. اما لما نجي من ناحية الكاميرا، ف13 برو الكاميرا الرئيسية تجي ب12 ميجا بكسل، اما ال14 برو والبرو ماكس الكاميرا الرئيسية فيه تجي ب48 ميجا بكسل. اما بالنسبة لتسجيل الفيديو، نمط السينمائي في 13 برو جودة 1080 بمعدل 30 اطار في الثانيه، اما الايفون 14 برو التصوير السينمائي فيه يصل الى 4K لغايه 30 اطار في الثانيه. اما بالنسبه للبطاريه ف13 برو يصمد لغايه 22 ساعه من تشغيل الفيديو، اما ال14 برو الى 23 ساعه من تشغيل الفيديو، والبرو ماكس الى غايه 29 ساعه من تشغيل الفيديو مثل ما تقول. وبالنسبه للسعه التخزينيه فكلهم يجون بنفس السعه التخزينيه، 128 جيجا، 256 جيجا، و512 جيجا، و1 تيرا بايت. هذه ابرز المواصفات المهمه، اتمنى انك تكون استفدت وفرقت بينهم. واذا عجبك الفيديو تضغط لايك.